خلال استقباله سناتور أمريكي، السيسي يؤكد دعم مصر لجهود استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير. الجيش الليبي ينفي استهدافه مركزا للمهاجرين بطرابلس ومطالبة أممية بفتح تحقيق في الحادث. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وخلال لقائه السناتور لينزي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، شدد الرئيس على ضرورة أن تتم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وذلك على نحو يضمن حقوق وأمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أعرب السناتور الأمريكي عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة، وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين. وخلال استقباله رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الرئيس لضرورة التركيز على البعد الإنمائي إلى جانب الحلول الأمنية، وذلك لمكافحة ظاهرة اللجوء. من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بدور مصر المحوري بالمنطقة وحرص القاهرة على التوصل إلى تسوية سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية. أكد الوسيط الإفريقي للسودان أن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قطعت شوطا كبيرا وتمت في روح إيجابي عالية. وأشار الوسيط الإفريقي إلى أن الطرفين اتفقا على جملة من القضايا وقررا مواصلة المفاوضات اليوم حول قضايا أخرى، منوها إلى أن المجلس العسكري قرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة. أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة بقاعدة معتقة. كما أعلن المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي مطالبة الجيش بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم الميليشيات في البلاد، نافيا استهداف قوات الجيش مركزا للمهاجرين في تجراء. أعلن رئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إطلاق حوار وطني هدفه تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة. وقال بن صالح إن الجيش لن يكون طرفا في الحوار الوطني المقبل بشأن الانتخابات، كما أضاف أن الدولة مستمرة في مواجهة الفساد وفقا للقانون. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم. تأتي تصريحات ترامب ردا على ما أعلنه الرئيس الإيراني بنية بلاده رفع نسبة تخصيب اليورانيوم اعتبارا من الأحد المقبل. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.